من الشغلات البسيطة اللي يمكن انت تصلح اللي هو تقسيم، هذا هنا تقسيم. بعض يقول لا اشتري واحد جديد، هذا تقسيم انا اصلا اشتريته رابطة للسبالت بالنسبة الي. فتلاحظ هنا اصلا هو دائري، فرابط عليه السبلت، اصلا السبلت هم انفيرتر ما يسحب 7 امبيرات. ولكن اشتميت راحة اليوم اللي هو راحة غريبة، وكمشت الواير لقيت انه راحت بلاستيك، الواير سخن بشكل مو طبيعي، والسخونية جتي من التقسيم. فشنو هذا السبب؟ مع العلم ان التقسيم اصلي سبب انه صار رخاوة هنا، من تربطهن صار بيها رخاوة. شلون علاجه؟ علاجه ابسط شيء، راح نفتح البراغي الاربعة اللي هنا، نفتح ذني 4 براغي. فخل افتح البراغي، تلاحظ هنا حتى صار سواد، تلاحظ هنا هذا سواد، هاي نتيجة الحماوة الزايدة. سبب مين السبب؟ السبب هنا تلاحظ هنا هذني صار مسافة بيناتهن، فما يقدر حصل هنا. شوف تلاحظ هنا، فلها عوج هذا، شو عوجهن بحيث مين يقعد بلك، تلاحظ هنا هذا بلك ويقعد، يقعد حصر، ما يصير هنا رخاوة. من ماكو رخاوة راح يكون عندك ماكو باد كونتاكت، وبالنتيجة انه راح تفتقد الحرارة، يعني تخلص من الحرارة وشغل طبيعي. تلاحظ هنا سبع، هاي هنا شلون راخي بحنا سبب. تلاحظ هنا اذا هو موضح امامك، شوف بحيث من هذا، شوف هنا شلون راخي وهذا. شو حاسوي يعني؟ تلاحظ هنا انا بدي نفس، تلاحظ سماعة واجهتين باش راح يختلف. تلاحظ هنا صار اكو احتكاك حتى من داخل، فهذا الفرق. فاللي حسوي انه تأكد من هذين البراغي بالبداية اذا اكو رخاوة، بعدها راح نعود هذني حتى يصير عندنا توصيل مضبوط. هذا هذاني مو تعوجه بحيث هواية، مو تعوجه إلى درجة كبيرة إنه تفقد شو اسمه بريدر البلاك، لا فشي كلش بسيط. فثاني عوجه تلاحظ هنا نرجع ركبه، اخي غلط هيجي اتجاه، تركيب مالته، وارجع اربط البراغي. شي بسيط تقدر تسوي ويرجع عندك بلاك شغال 100% او التقسيم. لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك لدعمكم، لكي يصلك كل ما هو جديد فعل تفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.